صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يقولون إن فرعون موجود الآن ومحنط في المتحف واسمه رمسيس، والثاني وهو فرعون موسى عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بهذه الآية بقوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، ولا توجد جثة فرعون. من يثبت هذا؟ ومن يقول أن هذا فرعون؟ هذا كله تخرص. وأما قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لأن بني إسرائيل شكوا في غرق فرعون، فالله أراهم جثته حتى يتيقنوا أنه قد غرق، لأنه جبار وكان أرهبهم وأزعجهم وخوفهم، فهم لم يتأكدوا من موته، فالله جل وعلا أبرز لهم جثته حتى رأوه وتيقنوا أنه قد مات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ولم يقل فاليوم نبقيك تكون لمن خلفك، قال ننجيك، يعني من الغرق. أن الله جل وعلا أخرج جثته من البحر من أجل أن يروه حتى يتيقنوا موته. نعم.